الذكر والأنثى يشعرون بالألم طبعاً، لكن هل يحدث ذلك بنفس الطريقة لدى الجنسين؟ فلنتعرف في مقالنا. قد تحمل أنواع مختلفة من الخلايا إشارات الألم لدى كل من الذكور والإناث. هذا ما تقوله دراسة جديدة أجريت على فئران التجارب ونشرت في مجلة Natural Neuroscience. ووفقاً لهذه الدراسة، فإن تنظيم الاستجابة للألم يتم من خلال خلايا مناعية مختلفة بين الذكور والإناث. وهذا الاختلاف البيولوجي المفاجئ ربما يشرح سبب فشل بعض علاجات الألم السريرية المطبقة على البشر عن طريق استهداف الخلايا الدبقية الصغيرة. وأشارت النتائج أن تشابه الألم بين الأشخاص لا يتطلب علاجات متشابهة، وعلى العقاقير المستخدمة مستقبلاً أن تراعي جنس المريض سواء كان ذكراً أو أنثى. وقد كان معروفاً لدى العلماء أنه بعد الإصابة تبدأ الخلايا الدبقية الصغيرة مايكروغليا في النخاع الشوكي بالاستجابة فجأة وبسرعة، وارتبطت عملية الاستجابة لهذه الخلايا مع استمرار الألم. لكن عندما أوقف العلماء عمل هذه الخلايا لدى الذكور الفئران، باتت الحيوانات أقل حساسية للوخز. والجديد أن تعطيل عمل هذه الخلايا ليس له تأثير على الإحساس بالألم لدى إناث الفئران. يقول الباحث جيفري موغل من جامعة ماكجيل يونيفرسيتي في مونتريال أن الفئران الإناث لسنا بحاجة إلى الخلايا الدبقية الصغيرة، حيث يملكنا خلايا مناعية تسمى الخلايا المناعية التكيفية، وأهمها الليمفاويات التائية أو T lymphocytes، والتي قد تكون مسؤولة عن حمل إشارات الألم. وقد قام الباحثون أولاً بتحفيز الآلام الجلدية ميكانيكياً عن طريق قطع اثنين من فروع العصب الوركي الثلاثة لدى الحيوانات، وهو إجراء منتج للألم ويسبب اعتلالاً عصبياً مستمراً. وبعد 7 أيام من الإصابة، تم حقن الفئران في نخاعها الشوكي بمثبطات المينوسيكلين الدبقية، واختبرت الفئران على عتبات ألم مختلفة طوال 120 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بتعديل الفئران وراثياً بحذف مورثة BDNF في الخلايا الدبقية الصغيرة. بداية، أظهرت الحيوانات استجابات طبيعية للإصابة التي أحدثت في الأعصاب، لكن وبعد تعطيل الخلايا الدبقية اختفى الألم لدى الحيوانات الذكور فقط دون الإناث، وذلك أكد على أن الإحساس بالألم لدى الذكور يعتمد على إشارات مورثة BDNF في الخلايا الدبقية الصغيرة، ولكن الألم عند الإناث يحدث بواسطة آليات أخرى ومختلفة. إذن فالخلايا الدبقية الصغيرة ليست مطلوبة لآلية فرط الحساسية للألم لدى فئران التجارب من الإناث، لكنها تتدخل حتماً في مسار الألم لدى الذكور. ويفترض ذلك أن الذكور الفئران لا يمكن أن تستخدم كبديل للإناث في الأبحاث الخاصة بالألم طالما أن الاستجابات مختلفة تبعاً للجنس. ويقول جيفري موغل: لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه النتائج بما يخص الإناث في دراسات سابقة، لأن الباحثين لا يستخدمون الإناث في تجاربهم أبداً، لذلك لم يكونوا على معرفة بتلك الحقائق بطريقة أو بأخرى. ويضيف: يستثني الباحثون غالباً الحيوانات المؤنثة من تجاربهم، مفترضين أن دورة الشهرية للإناث يمكن أن تسبب تبايناً بالنتائج. وعلق جون وود الباحث في مجال الألم من جامعة لندن على النتائج قائلاً: ليس واضحاً بعد إمكانية إسقاط هذه النتائج مباشرة على الإنسان، لكن حتماً تثير النتائج تساؤلات هامة حول تطوير عقاقير مسكنة جديدة، ودراسات مستمرة مطلوبة لتحديد آليات ومسارات الألم لدى الجنسين بشكل دقيق، والاكتشاف المزيد من الجوانب المتميزة والمتعلقة بنوع الجنس بما يخص وظيفة الجهاز العصبي المركزي. يحاول موغل حالياً مع زملائه تحديد مسار الإحساس بالألم لدى إناث فئران التجارب، وربما ستكون نتائجهم الجديدة نداءً للبقية لإشراك مزيد من الحيوانات المؤنثة في تجاربهم المخبرية. يقول موغل أخيراً أنهم يؤكدون دوماً على استخدام سلالات متعددة وفئات عمرية مختلفة للتجارب، لكن البعض يعتقد أن ذلك سيكلف مزيداً من الأموال.
إن إشراك الإناث في تصميم التجارب المخبرية لن يترتب عليه أي تكاليف إضافية، على العكس ربما يقود لنتائج جديدة ومفيدة، ونأمل أن ذلك سيساعد بإقناع الباحثين بأهمية ذلك وقيمته. يذكر أن المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أصدرت في العام الماضي توصيات ترمي إلى زيادة نسبة الإناث في التجارب لإعادة وضبط التوازن بين نسب الحيوانات المخبرية المذكرة والمؤنثة. ومع ذلك لا تزال العديد من المخابر تقوم بتجاربها حصرا على الذكور.